ما سر حلاقة سلمان خان لشعره على الزيرو؟ بالإضافة إلى الموهبة، مفيش شك إن وسامة سلمان خان ساعدته بشكل كبير على النجاح في بوليوود وحصوله على أهم الأدوار على مر 35 سنة اللي فاتت. وفي كل الأدوار اللي قدمها تميز سلمان بقدرته على تغيير شكله عشان يتماشى مع متطلبات الدور. وأكتر الحاجات اللي اشتغل عليها هو شعره، وشعره مؤخرا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لما ظهر سلمان خان بإطلالة مختلفة كليا عن اللي فات بلوك أصلع. والموضوع ده اللي ما تعودش عليه الجمهور، وتسألوا إذا كان اللوك ده بسبب عمل جديد بيصوره حاليا أم بسبب قرار شخصي. بس جمهوره حبوا النيو لوك وشافوه مناسب قوي لشخصيته وتحمسوا قوي، فرجعوا تغريدة عمرها 12 سنة عبر من خلالها سلمان خان سابقا عن رغبته بأنه يحلق شعره على الزيرو. وتاني حاجة فكرهم باللوك اللي عمله الفيلم تيري نام في 2003، وبدأوا يرجحوا أنه بيستعد لتصوير الجزء الثاني من تيري نام. وأخيرا حللوا أنه ممكن حلق شعره لأنه بيحضر لعملية زراعة شعر، إلا أن لم يسبق لسلمان خان التعليق عن الموضوع ده. بس اللي علق على شعره هو شاروخ خان، خلال جلسة عملها مع الفانز جاوب فيها على أسئلتهم كجزء من حملته للترويج لفيلم جوان اللي ظهر فيه هو كمان أصلا. وحكى شاروخ خان على لوك سلمان خان الجديد لما سألوا واحد من الفانز إذا سلمان خان حلق شعره عشان يروج لفيلم جوان، ورد شاروخ خان بطريقة طريفة وقال: أخي سلمان لا يحتاج إلى تبني أي مظهر لإظهار حبه لي، إنه يحبني دائما من القلب، هذا كل شيء. وحتى شعر شاروخ خان الطويل اللي ظهر فيه في دبي أثار تساؤل جمهوره، اللي بيعتقدوا انه بيطوله لانه من المفترض يظهر كضيف شرف في فيلم سلمان خان اللي جاي تايجر 3، اللي انكشف البوستر الخاص بيه من ايام ومن المفترض اصداره في ديوالي.